السلام عليكم. تقليم الورد الجوري هو من أهم خطوات العناية به، والتي تعطيكم نبتة جميلة ونبتة مزهرة طوال موسم الإزهار. وهناك بعض المعلومات التي ربما الكثير منا لا يعرفها عن طريقة تقليم الورد الجوري، وهي التي تحفز نمو الأزهار وتبقي النبتة، تحافظ على إبقاء النبتة قوية. عند تقليمك لنبتة الورد قم بقص كل السيقان الميتة والتالفة. السيقان الميتة تكون ساق لونها بني، تخلص منها. ثم قم بقص حوالي ثلث أو نصف النموات من العام الماضي حتى تشعر بأن النبتة بدت صحية ونظيفة وكل أغصانها خضراء. أفضل وقت لتقليم الورد هو أول الربيع في شهر أبريل أو مارس، لكن على أي حال يمكنك أن تقلم نبتتك بشكل خفيف طوال موسم النمو لتحافظ على شكلها مرتب وكي تبقى نبتة قوية. إزالة الأجزاء الميتة من الورود تشجعها على الإزهار مجددا خلال موسم الإزهار. قم بالقص تحت أول ورقة تحتوي على 5 أوراق لتشجيع النمو الجديد والإزهار الجديد. القص يكون تحت الورقة التي تحتوي على 3 أوراق، لن يساعد على نمو الأزهار مجددا، سأريكم ذلك بالتفصيل عندما أنتهي من الشرح. إزالة رؤوس الورود الميتة ضروري جدا أيضا كي تزهر الورود مرة أخرى. عليك أن تقوم بإزالة رؤوسها الميتة، حيث أن الزهرة الوردة بعد أن تموت يكون لها في يتبقى منها جزء، هذا الجزء يجب أن نتخلص منه لأنه لا يفيد النبتة بشيء، بالعكس فهو يضعف النبتة ويبطل جمال النبتة لدي. سأريكم الآن كيف نقوم بقص أو تقليم الورد الجوري الصحيح، وهو السر وراء إزهار النبتة. كثير منكم أو كثير منا يقول أو يشتكي من أن نبات الورد الجوري لديه لا يزهر، والسبب في ذلك طريقة التقليم الخطأ. إما أنت قمت بتقليمها بالشكل الخاطئ، أو عند شرائك للنبتة كانت مقلمة بالشكل الخاطئ. القص الصحيح يكون تحت أول ورقة لديك في النبتة تحتوي على 5 أوراق. لدينا هذا الشكل للورقة أو الغصن الذي يحتوي على 5 أوراق. القص يكون تحت هذه المجموعة الخمسة، يكون تحت هذا الشكل من الأوراق، 5 أوراق، ولا يكون تحت الورقة التي تتكون من 3، أو الغصن الذي يتكون من 3 أوراق مثل هذه الورقة. إذا قمنا بالقص تحتها فلن نحصل على أزهار، أما إذا قمنا بالقص تحت الورقة التي تحتوي على 5 أزهار فسيكون إن شاء الله ستزهر النبتة لدينا. سأريكم الطريقة. تنتبهون إلى رؤوس الأغصان أو بداية الأغصان، تبحثون عن ورقة بخمس أو غصن بخمس أوراق مثلا، هذه 1 2 3 4 5، قصوا تحتها
هكذا، وليس تحت الغصن أو الورقة التي تحتوي على ثلاث أوراق. إذا قصصنا تحت الورقة التي تحتوي على ثلاث أوراق أو الغصن الذي يحتوي على ثلاثة أوراق، لن تنبت الزهور، لن نحصل على زهور. لا يجب أن نقص أسفل هذه ثلاثة أوراق، لا يجب أن نقص تحتها، فقط نقص من أسفل الغصن الذي يحتوي على خمس أوراق. أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة لكم. هذه الخطوة ضرورية جدا، أحببت أن أشارككم بها لتحصلوا، كي تساعدكم على الحصول على ورود من نبتتكم. نقوم باختيار مرة أخرى، نقوم باختيار، نبدأ من رأس الغصن وننتبه إلى أن يكون القص من أسفل الورقة التي تحتوي على خمس أوراق وليس على ثلاث أوراق، أي من هنا هذه تحتوي على خمس أوراق، نقوم بقصها. نستطيع القص أيضا تحت هذه، 1 2 3 4 5، قصوا تحتها. أحببت أن أريكم، هذه هي الطريقة، هذه بها ثلاثة أوراق. أبدا أبدا لا تقصوا تحتها، لن تحصلوا على إزهار إذا قصصتم تحت هذه الورقة التي تحتوي على ثلاث أوراق، أو هي عبارة عن غصن فيه ثلاث أوراق أو خمس أوراق. قصوا تحت الورقة التي تحتوي أو الغصن الذي يحتوي على خمس أوراق. هذه هي الطريقة الصحيحة. أرجو أن أكون قد أفدتكم ولم أطل عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو. إلى اللقاء.